الضغط النفسي في الاتجاه الايجابي، وهذا هو اللي كان عامل مهم بالنسبه للاعبين المغاربه. للمشاهد تباعا محاولات المنتخب الوطني وايضا ملخص من الشوط الاول. هنا اول محاوله، ودائما اسامه السعيدي في الجهه اليسرى كان نشيط، وحنا شفنا الان اربع مدافعين كانوا بجانب اسامه السعيدي دائما في الشوط الاول، هذا اكيد على ان المنتخب الجزائري يعني تتبع ويعرف جيدا من هو اسامه السعيدي، لذلك كان دائما لاعب او لاعبين قريبين منه ولاعب الثالث كيدير التغطيه دائما. كذلك لا ننسى ان الشماخ يعني كان اليوم في مستوى طيب مقارنه مع المقابلات الاخيره، نظرا لانه ما لعبش بزاف المقابلات مع فريق ارسنال. شفنا كذلك بالهندا اللي كان في الدفاع اكثر مما هو في الهجوم، الضربات الثابته. نعم. هنايا بن عطيه تماما، بن عطيه بذكائه كان هو الوحيد اللي بقى في القائم الثاني، وهذا يدل على الذكاء ديال هذا اللاعب واللي ما شاء الله الاحترافيه ديالته في ما شاء الله في مستوى جيد وغادي في تقدم. نعم. مباراه بعد مباراه. هنايا اللمسه السحريه. نعم. لبن عطيه تسميها فوق طبق ديال بن عطيه فعلا بخارج الرجل. نعم. بالرجل اليمنى اتجاه الشماخ، اتجاه الشماخ، وكذلك التسديده ديال الشماخ كانت. نعم. كذلك هذه محاوله ديال جبور فعلا، القائم يرد فعلا، هذا يدل على اقوى اللحظات. ايضا التدخل ديال الحارس المياغري كان جيد فعلا، وبرافو للمياغري اللي ولو ان الاصبع ديالو ربما تصاب بعوجاج او ربما كسر، ولكن اصر على ان يكمل المقابله، وفعلا هذه نقطه ايجابيه ويحيى عليها المياغري اللي حتى بعد المشكل اللي حصل مع تعرابت كان هو اللي جمع الفريق وكل من اللاعبين وكان هو القائد لو ليدر. فعلا لو ليدر كان، وكنا محتاجين لشخص مثل هذا الشخص هذا، لان افتقدناه بعد ذهاب نيبت اللي كان كيجمع الفريق. الان عندنا بن عطيه، عندنا المياغري، عندنا لاعبين اللي ممكن يجمعوا الفريق. العناصر كانت ممتازه اليوم، واللي اكد على ان العناصر كانت ممتازه هو ان المنتخب الجزائري اليوم فاجئنا بشكل كبير، لان يعني المنتخب الجزائري اليوم لعب مقابله من احسن المقابلات. اذا بعض المحاولات، وكان الدور ديال الهجوم دور جد فعال فعلا. هدف اخر، وحتى الاهداف كانت ذكيه هنا. نعم. شفنا التمويه ديال الحجي، موه الحارس كانه سيقضي في الجهه. نعم. اليسرى وقذف. هذا الهدف الجميل ديال اسامه السعيدي، اسامه السعيدي ذكاء خارق، يعني سرعه يعني وسط اربع مهاجمين وقنطره صغيره، وفي الضغط العالي كله يكون عنده هذا التركيز الكامل انه يقذف الكره بين. نعم. ارجل الحارس، كيبقى من اللاعبين اللي عندهم مستقبل ان شاء الله زاهر في كره القدم. حتى بوصوفا كاد ان يسجل. انا اليوم حيت المغاربه غلبوا الجزائريين، ديما المغرب، ديما المغرب. داكشي ما عندنا ما نقولوا، فرجونا كرة ومدرب يستحقوا. قرار في المنتخبات. نعم. وعند اللاعبين، لأن الكرة المغربية في السنوات الأخيرة عاشت مأساة يعني لم يعهدها الجمهور المغربي. الحمد لله الآن تبين أن عندنا منتخب اللي ممكن ينافس على كأس إفريقيا، وخصوصا أن جل اللاعبين لاعبين شبان، والكأس إفريقيا التي ستنظم في المغرب جل اللاعبين سوف يكون حاضرين فيها. لذلك ابتداء من الآن لا بد أن يكون هناك استعداد للفوز بهذه الكأس. نعم. الإفريقية. يوسف، اللي تلاحظ بأن بعد قدوم المنتخب الجزائري هما نازلين من الطائرة، بان عليهم واحد ثقة ديال النفس 100% بأنهم جايين لمراكش باش يربحوا، وحتى التصريحة ديالهم التصريحة ديال بن شيخة تؤكد على أنهم جاهزين، لكن على أرضية الواقع بان العكس، كانوا المغاربة هم الأبطال بمراكش. كلامك صحيح حسن، ويعني ودقيق جدا، لأن فعلا اليوم أنا يعني كمدرب. إذا نتابع دائما فرحة الشعب المغربي بهذا الفوز التاريخي.
بمدينة الرباط سلا منذ قليل. هذه من الصور الجميلة، لأن الشعب المغربي شعب رياضي، شعب متسامح. وكما يقول مثلا حسن المصريين، يقول بزاف المغاربه كيقولوا بان المغربي المصريين عندهم حب الوطن ديالهم، كذلك التوانسه والجزائريين، لكن المغاربه اقوى بكثير من هذه الشعوب. وانا عشت هذا الشيء كلاعب محترف اوروبا.